هل يكون أو تكون النصيحة عبر الشائعات لا والمنابر وكذلك وسائل الإعلام، أم لها طريق شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يكون الإنكار على ولاة الأمور بين الناس وعلانية، وتقف في خطبة في محاضرة في مجلس وتخطي ولاة الأمور، هذا يفضي إلى شر. ولكن إذا رأيت خطأً فإنك تتصل بولي الأمر إن تمكنت من الاتصال به وتبين له، وإن لم يكن لك وصول إليه توصي من يتصل به من جلسائه من أهل العلم، توصيهم بأن يبلغوا ولي الأمر عن هذا الأمر حتى يتداركه وحتى يرجع إلى ما هو حق، لأنه يريد الخير وهو بشر يخطئ ويصيب، نتعاون معه لكن في السر لا في العلانية، السر بيننا وبينه، إما أن نتصل به وإما أن نكتب له وإما أن نوصي من يتصل به. نعم.